بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خالص شكرنا طبعا للحضور الكبير اللي حضروا الدكاترة من مختلف محافظات مصر، من محافظة دمياط، محافظة بورسعيد، محافظة الأهلية، القليوبية، الغربية، لحضور المؤتمر 14 لمؤتمر جمعية أطباء البطنة والقلب بدمياط. وجديد إن إحنا كنا بالاشتراك مع ثلاث جمعيات كبار على مستوى مصر، اللي هي جمعية القدم السكري وجمعية القلب المصرية ومع الاتحاد أو الائتلاف بتاع الدلتا للسكر. وطبعا حضور المؤتمر كان حوالي 400 طبيب وما لا يقل عن 70 أستاذ من مختلف جامعات مصر. بنشكرهم على حضورهم وعلى دأبهم على تلقي العلم. وكان الجديد النهاردة عبارة عن كل اللي حصل في الطب في سنة 2013 الجديد والقديم 2012. قفلنا السنة اللي فاتت وبدأنا نفتح السنة دي في الأجندات الجديدة في أمراض السكر والشرايين والضغط والقلب. وكان كمان عندنا نقل حي من أسبانيا في مؤتمر للسكر هناك، وأخذنا منه محاضرة علشان حتى نستفيد ونتواصل مع العالم. وزرنا برضو دكتور اسمه يوكيما من هولندا وقدم محاضرة كبيرة على الدعامات بتاعة القلب. احنا بنشكر الناس اللي حضرت وبنشكر الناس اللي ساهمت وبنشكر جميع الشركات. وخالص شكرنا لحضراتكم، وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله.